بقول لكم بقى ايه، انتوا الاثنين هتساعدوني في شغل المطبخ. اه بره عني خالص الكلام ده، خلي حبيب قلبك اللي بتدعي له الزلط يتلحلح كده ويورينا شطارته. انت تقشري بس يا ست الكل بصبعك الصغير وكله ينفذ. يا حبيبي ربنا يرضيك ويرضى عنك. ولا الحوجه؟ لا حوجه ايه، هيشتغل ورجله فوق رقبته، ما عندناش رجاله تقول لا. ماشي كلام، نفطر بس بعدين نوزع الشغل. ماشي. المربى اللي بتحبها. تسلم ايدك يا ست الكل، جو سبعيناتي قوي. خليك في حالك يا حبيبي وكل وانت ساكت. علي فكرني اكلم خالك قبل ما ينزل، عايزين كده نتلم كلنا مع بعض، فرصه وقتها هنا. اعتقد فيها حمام دي. تعتقد فيها؟ ايوه بقى يا حنون. برضه يا فريده قلت لك 100 مره مالكيش دعوه بالحوارات دي خالص، انت تروحي ليه من اصله من غير ما تعرفيني؟ عادي بقى يا علي، عديها المره دي، بعدين هي قالت كده. هم هيفضلوا طول عمرهم كده؟ ما تشغليش بالك بيهم، شويه هيتصالحوا لوحدهم. المهم انت ايه اخبارك؟ الحمد لله، قدمت في 3 محطات وربنا يسهل. خير يا رب. مالك يا نوسه؟ بصراحه قلقانه من نقله العريش دي. على اساس ان انا قبل كده يعني كنت بخدم في مارينا؟ بص يا نوسه عشان تريح دماغك، الخدمه دلوقتي في اي حته على حدود مصر كلها خطر، يعني كلها محصله بعضها، فخليها على الله. ربنا يسترها. ما دام انت شايفه كده تمام. اقول لك على حاجه، اعتبريني مش موجود من اصله يا فريده. لان الدور ما تبوظش اليوم. برضه هتقلب وشك عليا زي كل مره. هتعملي ايه يا فريده؟ هسيبك براحتك طالما انت عايزها كده. هدى وجانا فين؟ تاخروا كده ليه؟ جانا عندها عيد ميلاد صاحبتها بعد التمرين وشبطت في هدى انها تروح. زمانهم على وصول. هدى اخبارها ايه صحيح؟ وجانا وحشتني جدا، ما لحقتش اشوفهم امبارح. مفيش جديد، هدى مصممه على الطلاق وخلك بيحاول معاها ويبقى الوضع على ما هو عليه. ربنا يصلح الحال. صالح اتاخر كده ليه؟ انت مش قايله لي ساعتين وراجع؟ اخوكي العادي بتاعه يعني. هستعجله. ريحي نفسك، طالما ما ردش عليا يبقى مش جاي. اخوكي وانت عارفه تلاقي في حاجه شغلته. انا برضو كلمته وبعت له رساله بس قلت له ان احنا مش هنتغدى غير لما يجي. ما ردش صح؟ ها اهو شفت عمايل خالك؟ صالح اخوات. ايه ده اتاخرت كده ليه؟ معلش احنا مشغول جدا، انا قلت اودك عشان ما تستنونيش على الغدا. لا مش هينفع، هنستناك، مش هنتغدى من غيرك، اوكي؟ ما تتأخرش. وبكلم بقى نوال عشان ايه قفشه شويه، اول ما اقفل تكلمها على طول، اوكي؟ يلا سلام. فين الغدا؟ مفيش غدا غير لما خالك يوصل. عاجبك كده يا نوال؟ خالك يعني ولا هيشتريه من بره؟ لا لا اجيبه من بره عادي. بس بقى. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.